منكم متابعا فاستفير، رجعنا لكم في لقاء جديد. جهة الدار البيضاء الصطات خلال الفترة اللي غتمتد من 11 حتى 20 ماي مقبلة على احتضان الملتقى الثاني أو النسخة الثانية من الملتقى الجهوي للتراث. فهذا علاش اليوم معنا اليوم السيدة بشرى بقلوش بصفتها المحافظة الجهوية للتراث الثقافي بجهة الدار البيضاء الصطات، باش تعطينا تفاصيل أكثر حول هذه النسخة هذه وشنو اللي غيميزها. فأهلا بك لالا بشرى. شكرا شيماء، مرحبا بي عندكم في الاستوديو. بالنسبة للملتقى الجهوي الثاني اللي هو غينطلق إن شاء الله من 11 باي 20 على صعيد الجهة ماشي غير في الدار البيضاء، يعني ملتقى جهوي. دونك هاد النسخة هادي من بعد ما عرفت النسخة الأولى نجح الحمد لله، كان عندنا نجاح وإقبال ومتابعة إعلامية. هاد النسخة هادي إن شاء الله حاولنا نديرو شي إضافات. كتعرف النسخة الثانية ما كتكونش بعيدة بزاف عن النسخة الأولى، ولكن حنا حافظنا نزيدو إضافات. مثلا هاد السنة شنو كيميز هاد السنة؟ بعد هاد الملتقى هو داخل في إطار البرنامج الوطني لشهر التراث اللي كتطلق الوزارة كل سنة من 18 أبريل ل 18 ماي، و يعني اللي كيصادف اليوم العالمي للمآثر التاريخية واليوم العالمي للمتاحف. والسيد الوزير كنشكروه من هذا المنبر لانه كيوفر لنا الامكانيات والمساعدات التقنيه والماديه باش ننجحوا الانشطه ديالنا. ركز هذا العام على اننا نركزوا على التراث اللامادي، لان التراث المادي هو اللي مهدد اكثر من التراث المادي. ودونك هذا الملتقى ان شاء الله ركزنا اكثر على التراث اللامادي. واش السبب ديال التركيز ديالكم على التراث اللامادي؟ هو هاد الضجه اللي مخلوقه حاليا والمشاكل اللي واقعه اللي باغا تنسب التراث المغربي لدول اخرى، او لا غير جاب يعني صدفه؟ هو التراث اللامادي عندنا اهميه ديالو يعني من قبل، ولكن مؤخرا هاد الضجه كما قلتي ضروري خصنا نديرو واحد الاستباقيه باش نحافظوا على التراث ديالنا. يعني من الشعار اللي عطينا حنايا في الملتقى، بلادي بلاد الخير تراثها ما يتنسب لغير، حنا بلاد الجود والكرم، الا التراث ديالنا ما كنفرطوش فيه، كيبقى تراث مغربي محض. وديما التراث ديالنا هو تراث متميز بالتنوع ديالو، يعني بالجماليه ديالو. وبالنسبه لينا في الملتقى كنركزوا ديما على التراث اللامادي والتراث المادي، يعني كاين هناك واحد التوازن، ولكن في حفل الافتتاح كنركزوا اكثر على التراث اللامادي. خصوصا في هذا في الدوره الثانيه ديال الملتقى ديالكم اللي غيميزو قلتي انه غيكون تركيز على التراث اللامادي، من خلالاش يعني شنو هو الحويجات اللي غادي تبرزوا فيهم التراث اللامادي؟ مثلا انطلاقا الافتتاح هذا العام خرجنا للشارع، غنديروا كرنفال افتتاحي تراثي اللي غادي يمتد من جوج شوارع، شارع بوشعيب الدكالي وعبد الله الصنهاجي في الفيدا، في مقاطعة الفيدا اللي كتحتضن هذا العام عملت مقاطعة الفيدا مرسل السلطاني اللي كتحتضن هذا العام حفل الافتتاح، وبالنسبة للدار البيضاء يعني أنشطة ديال الدار البيضاء. وهذا الكرنفال ركزنا فيه على فنون الشارع بحال داكشي الحلقة، لباس التقليدي، المؤسسات التعليمية غيشاركوا بالأطفال ديالهم باش يبرزوا التراث اللامادي من خلال اللباس التقليدي ديالنا. الفروسيات يعني كاين غيكون، ما بغيتش نهرس المفاجأة، الأحسن نخلي المفاجأة بعد الملتقى إن شاء الله بعد الافتتاح. على ديك الأطفال، فاحنا لاحظنا في النسخة الأولى من الملتقى أنك أنتم مركزين على فئة الأطفال ودرتوا لهم ورشات ديال الرسم، مجموعة من الأمور اللي استهدفتوا فيها هذه الفئة هذه. هذا الملتقى النسخة الثانية ديالو أشنو الفئة اللي غتستهدف؟ دائما حنايا أنا بالنسبة ليا الطفل هو المستقبل. الى رسخنا الفكره عند الطفل من الصغر ان هناك تراث ديالو خصو يحافظ عليه، تراث جدادو، طريقه اللبس، التقاليد، العادات، غادي يطلع عنده ديك الفكره من الصغر. يعني حنا بالنسبه لنا البرنامج يعني كما العام اللي فات كنبداو بالطفل الصباح، والطفل في جميع يعني في الابتدائي الكوليج يعني حسب الناشئه الطفل والناشئه، وكندوزو في المسائيات كندوزو يعني الكبار والطلبه والكبار من خلال الندوات التعليميه.
وفي المساء كنختموا فقرات فنيه للعموم، حتى للناس للعموم بصفه عامه من الطفل، يعني كنعرفوا بها خلال الفقرات المسائيه التراث اللامادي المحلي اللي هو كيكون غالبا تراث مجموعات الغنائيه اللي هي تراثيه. يعني هذا العام مثلا في الافتتاح نحتفلوا غادي نكرموا رواد الاغنيه المجموعات الغنائيه، ناس الغيوان، سيهام، تقدم، سنوام، شهاب. دونك بالنسبه لنا كنحاولوا نديروا التنويع باش ونصيب يعني جميع الفئات. ولكن كتركزوا على الفئه ديال الاطفال. صحيح الطفل هو على ديك المجموعات الغنائيه كتركزوا بزاف، لا في النسخه الاولى ولا في النسخه الثانيه، كتركزوا على انهم يكونوا حاضرين اعضاءهم كاملين وكتكرموا اعضاء منهم. فاقربينا من الاسماء اللي غيتم التكريم ديالها في هذه النسخه. بالنسبه لهاد النسخه هذه ان شاء الله في حفل الحفل افتتاح نقوم بتكريم رواد المجموعات الغنائيه. غادي نبداو بالتكريم، مع الاسف حنا برنامجنا قبل ما يتوفى المرحوم الطاهر الاصبهاني عن جيل جلال الله يرحمه، وقائد عمر السيد عن ناس الغيوان، محمد حمادي عن مشاهب، مسناوة عبد الواحد المدني، تقدى سروداني، وعن سهام الفنان عبد المجيد مشفق. يعني اسماء وزينه. وزينه وما شاء الله هاد المجموعات الغنائيه اللي متميزه عندنا في الدار البيضاء، واللي هما الصيت ديالهم عالمي، راه ماشي غير يعني ماشي غير وطني. انا كنت اول نسخه ديالي في 2020 في بالنسبه ملي كنا في الازمه ديال كورونا، كنت درت لهم احتفاء بهاد المجموعات الغنائيه، كانوا سجلوا لي كل واحد كيعرف على حيت كان تصادف في شهر التراث مع رمضان، وكندير كيدير لي واحد صونا يعني ديال 5 دقائق ولا كيعرف المجموعه رائع رواد، وكندير الاغنيه ديال اللي مشهوره بها. ملي كندويو على التكريم ديال الاسم راه بالتالي تكريم ديال المجموعه كامله، لان كنلاحظوا ان اختاريتوا القاده او المؤسسين ديال هذه المجموعات بطبيعه الحال. فملي كندويو على شهر التراث، شهر التراث كتبذلوا فيه مجهود كبير باش تعرفوا بالتراث ديالنا المادي ولا مادي. واش قدر هاد شهر التراث هاد التظاهر هادي قدرات انها تحقق هذوك الاهداف اللي كانت يعني المتوخات منها؟ بالنسبه لشهر التراث هو كيتنظم في هذا الاطار يعني التحسيس والتعريف، يعني حتى بالنسبه للعام ولا اللي ما عارفينش كنوريوه شنو هما المآثر اللي عندنا، العادات الى اخره. بالنسبه لشهر التراث على الصعيد الوطني جميع الجهات كيحتفلوا به، كل واحد عنده طريقته الاحتفال ديالو. كاين اللي كيدير الندوه وكيركز على الندوات، كاين اللي كيركز على اللي عنده لي مونيمون كيركز على الزيارات، كيدير ابواب مفتوحه بحال مراكش، الحفلات وداكشي. انا بالنسبه لينا حنايا هاد الاهداف ديال التحسيس راه حنا كنوصلوا ليها، لان ديجا الملتقى الاول مثلا نهضرك على الدار البيضاء، اتصلوا بيا الناس في الملتقى كيديروا ما في خبرناش نعاونوا، واتصلوا بيا مور كيقولوا لي النسخه الجايه. يعني كان السباق ديال الجمعيات والمؤسسات، والمؤسسات التعليميه مثلا دابا ممكن تتصل بهم كيكونوا مرحبين زعما باش يشاركوا معنا، لان هادو هاد القضيه ديال التحسيس هي ضروريه للحفاظ على التراث ديالنا. وانا من خلال الورشات اللي دايره المحاضرات راني دايره ندوه تكوينيه خاصه بالاطر الاساسيه والفاعلين الجمعويين، ودايره ورشه عاوتاني ندوه عامه للتحسيس والتعريف بتراث الجهه من لا مادي من لا بريستوار حتى القرن العشرين. يعني فهذه بالنسبه للجهه حنايا دابا تشرنا لبعض المساهمات ديال جهه الدار البيضاء، ولكن كنبغيو نعرفوا باقي الاقاليم شنو المساهمات ديال باقي الاقاليم في هذا شهر التراث. وجميع الجهات دابا في شهر التراث كتحتفل من كتبدا الاحتفالات ديالها من 18 ابريل 18 ماي، كل واحد كيدير واحد البلانين. كاين اللي داير برنامج عام يعني كاين ورشات متفرقه، كاين اللي كيخدم في واحد الفتره مثلا، ولكن جميع الجهات تحتفل بشهر التراث. يعني الى شتي دابا مثلا جهه مراكش، جهه الصويره كان فيها افتتاح بعرض فني الملحون،
كل واحد كيحتفل بطريقته. ان حنا بالنسبه للدار البيضاء كنركز على هذا لو تيرم ديال الاحتفال، كاين التكوين والتحسيس والاحتفال، ضروري في كل نهار يكون حفل. انا في الورشه اليوم التراثي كنعيط له يوم التراثي، عندما ملي كيزور الملتقى كنقول لك ملتقى في ضيافه ستات، ملتقى هذا العام زدت برشيد وزدت دار الشافعي، انفتاح على العالم القروي. دار الشافعي فيها قصبه اللي هي بقايا قصبه دار الشافعي، غنديروا ركزت اننا غنديروا حدا القصبه في ستات، غنديروا في قلب القصبه ديال الاسماعيليه في ازمور في قصبه القبطانيه، معالم تاريخيه هي منها كيكون جو احتفالي ومنها كيكون تعريفي واشهار اشهار يعني كل فضاء. وفي الاخير هو بصفه عامه يعني ملي كندويو على المهام ديال المحافظه، قرب لينا شويه من المهام ديال المحافظه الجهويه للتراث. المحافظه الجهويه للتراث اللي تم ادماجها في الاورغانيغرام ديال الوزاره من 2016 في اطار الجهوي الموسعه، لان قبل كانت مفتشيه المباني التاريخيه. كتركز على التعريف، عندنا التعريف شق التعريف التراث والتحسيس به، الجرد ديال التراث، التقييد والترتيب ديال المعالم التاريخيه، الترميم، الحمايه القانونيه، كنديروا الترميم يعني كنديروا خرجات ميدانيه من اجل التقرب اكثر من المعلمه باش نعرفوا شنو خاصها في من ناحيه الترميم، برمجه ديال المشاريع ديال الترميم. هذا الشيء بحال هذا ديال المساهمه في اللقاءات، المساهمه في الانشطه المتعلقه بالتحسيس بالتراث والتعريف به الى اخره. كنشكرك بزاف لاله بشرى على هذا الكم الهائل من المعلومات اللي عطيتينا حول التظاهره اللي ان شاء الله مرتقبه اللي غتكون كتم جهه الدار البيضاء ستات، وحتى المعلومات اللي عطيتينا على شهر التراث ككل. شكرا بزاف. شكرا. مشاهدينا كنكون وصلنا لنهايه لقائنا اليوم، على امل اننا نتلاقاكم في لقاء جديد مع ضيف جديد وموضوع جديد. السلام عليكم.